الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. نحن من المؤمنين، والمؤمن لا يحتاج إلى سعي كثير، الله سبحانه وتعالى يقف للمؤمن، الله عز وجل يدافع عن المؤمن. هذا هو لسانه حال، وأحيانا لسانه قال لبعض المؤمنين. وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يدافع عن المؤمنين، هذا شيء مسلم بديهي عندنا، صريح القرآن الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولكن هذا الدفاع له شرط، شرطه السعي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأساس ليس هو السعي، الأساس هو إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا هو الأساس. ولكن السعي شرط لنزول الفيض من الله سبحانه وتعالى، لشمول فضل الله سبحانه وتعالى لك. هذا الشرط تحقق ذلك الأساس، ذلك الأصل، وهو فضل الله سبحانه وتعالى، لطفه، دفاعه، هذا هو الأساس. ولكن له شرط. أنا من؟ أنا شيعي؟ سادة الشيعة لا، بل أعلى، أئمة الشيعة، أئمة الخلق كانوا يسعون، وأيما سعي يجهدون أنفسهم، أيما إجهاد. هذه قضية عاشوراء،
حروب النبي صلى الله عليه وآله، حروب أمير المؤمنين، التعب، الصبر، الجهد الجهيد الذي كانوا يبذلونه، أصحابهم المقربون، أقاربهم المقربون لهم كانوا يجهدون أنفسهم، يتعبون ليل نهار. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فقط لنا أم لهم؟ هم مقدمون علينا. إلى أصحاب الخيرة، أهل البيت المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أولى بشمول الآية لهم، هؤلاء بدرجة إيمانية أعلى. ما كانوا يقولون هذه الكلمة، كانوا يجهدون أنفسهم وعينهم على لطف الله، ينتظرون الفضل الذي يشملهم. النبي صلى الله عليه وآله ألجأه مشرك مكة إلى شعب أبي طالب سلام الله عليه، ماذا كان في شعب أبي طالب؟ تعب، جوع، خوف، صبروا، تحملوا، جاهدوا وأجهدوا. سيدنا أبو طالب سلام الله عليه ما قال نحن لا نشك أن الله عز وجل يدافع عن رسول الله، بل هو قال أن الله يدافع عن رسول الله، هذا لا شك فيه، ولكن ما قال أنا ليس علي شيء. كان لا ينام الليالي، أبو طالب سلام الله عليه كان لا ينام، ليل نهار يخطط يبرمج، هذا رسول الله، الله يدافع عنه قطعا ويقينا، ولكن أبو طالب يقول أنا ماذا علي؟ هذا الحصار الذي فرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، من الذي فكه؟ من الذي هدم هذا الحصار؟ أبو طالب سلام الله عليه بجهوده، بأتعابه، بتخطيطه. هذه القصيدة اللامية لأبي طالب سلام الله عليه صلوات الله وسلامه عليه، إحدى البنود الهامة لكسر هذا الحصار هذه القصيدة. قصيدة، ولكن أي قصيدة؟ أنا لا أقول هذه القصيدة قل نظيرها، أقول هذه القصيدة لا نظير لها في قصائد وفي أدب العرب، لا نظير لها في القصائد، لا نظير لها. لماذا؟ لأن هذه القصيدة جمعت ثلاثة جوانب. الجانب الأول جمالها، روعتها، مستواها الأدبي العربي، حتى أن بعض ألد أعداء أبي طالب قالوا إن هذه القصيدة تناهز، بل هي راجحة على المعلقات السبع. تعلمون المعلقات السبع يضرب بها المثل في الفصاحة والبلاغة في الشعر العربي، المعلقات السبع لها مقامها الراقي جدا من الناحية الأدبية. طبعا بعض أعداء أبي طالب ليسوا هم من شيعة أمير المؤمنين ولا من العامة الذين هم وسطيين، لا، البعيدون، بعضهم قال أن قصيدة أبي طالب هذه، لامية أبي طالب، أفحل من الفحولة، أفحل من المعلقات السابع. هذا جمالها، هذا جانب. الجانب الثاني في هذه القصيدة أنها رسالة عظيمة عظيمة في الحرب الإعلامية. أولئك مارسوا ظلما كبيرا
بطوق شديد قاسي جدا لا إنساني ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا من حق أبي طالب أن يحاربهم. كيف حاربهم؟ بهذه القصيدة حاربهم حربا إعلامية. حقا أقول، حقا أقول، هذه القصيدة رسالة مهمة، وثيقة تاريخية مهمة جدا في الحرب الإعلامية. كيف أن أبا طالب بهذه القصيدة تمكن أن يشتت جمعهم، أن يفرقهم، أن يكسر هذا الحصار؟ الحصار حصار جدا قاسي، كان حصار اقتصادي، حصار اجتماعي، حصار سياسي بالمعنى السياسي الضعيف آنذاك، حصار دبلوماسي. يا أخي هؤلاء مشركو مكة كانت لهم قدرات من ناحية الأموال، أموال ضخمة، وأبو طالب وبنو هاشم ما عندهم شيء، ما عندهم شيء، صفر اقتصاديا. سلاح أولئك عندهم أسلحة بالمقدار الكافي، عندهم ارتباط دبلوماسية، ارتباط بالقبائل بالعشائر، عندهم ارتباط بالشام، عندهم ارتباط باليمن، قدرة عجيبة. هؤلاء ما ورثوا هذا الطوق، هذا الحصر الشديد على رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف تمكن أبو طالب أن يفك هذا الحصار؟ إحدى أهم، طبعا إحدى أقول، هو عمل أعمال كثيرة، إحدى أهم البنود هذه القصيدة اللامية. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث وما أعظمه من جانب، المعاني التي، المعاني المرتبطة بالعقيدة التي ضمنها في هذه القصيدة. أعذرني أن أقول هذه الكلمة وهذه عقيدتي، أن هذه المعاني جعلته في مصاف الأنبياء. هذه عقيدتي. المعاني المذكورة في هذه اللامية، أبو طالب يخبر بالمغيبات ولا ينقل هذه المغيبات عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أحيانا الإنسان يخبر بالمغيبات ينقلها عن رسول الله، لا لا، يقول أنا أرى وهي مغيبات وتحققت، وما كان أحد يتصور أن هذه تتحقق، موجودة في لاميتي. لذا أقول هذه اللامية لا نظير لها. جانب من جوانبها الأدب العربي الراقي، التصوير الرائع، الفصاحة، القمة، البلاغة، ناهيك عن الفصاحة، البلاغة، كلام بليغ. قصيدة مطولة لعلها أطول قصيدة فيما بأيدينا لأبي طالب سلام الله عليه، هي هذه القصيدة اللامية، 110 أبيات. أقرأ بعض الأبيات تباعا. يقول في بداية القصيدة: خليلي ما أذني لأول عاذلي بصغواء في حق ولا عند باطلي، خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهنان عند الأمور البلابلي، ولما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعظون غيظا أو يعظون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظب من تراث المقاول، وأجمعت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل، موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيسة بين السديس وبازلي، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطلي، ومن كاشح
يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى ومن أرسى ثبيرا مكانه وعير وراق في حراء ونازل وبالبيت ركن البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافلي وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفض الشراج القوابل وليلة جمع وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وما فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يفزعن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل يطاع بنا الأعداء وودوا لو أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبزى محمدا صلى الله عليه وآله كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإني لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماثل بكفي فتى من يتمكن أن يسد سيفه في الأماثل أمير المؤمنين بكفي فتى مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامل حقيقة باسلي اللهم صل على محمد وعلى محمد وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يعني رسول الله السيد لماذا تركوا رسول الله ما حجتهم وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي بميزان قسط لا يغيظ شعيرة له شاهد من نفسه حق عادل إلى أن يقول بني أمة مجنونة هندكية بني جمح عبدا لقيس بن عاقل فميلوا علينا كلكم إن ميلكم سواء علينا والرياح بهاطلي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصلي أقيم على نصر النبي محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أقاتل عنه بالقنا والقنابل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لما والله رب المشاكل فمن مثله في الناس فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فأيده رب العباد بنصره
وأظهر دينا حقه غير ناصلي. لقد علموا أن ابننا رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبى بقيل الأباطل. سيعلم أهل الضغن أي وأيهم يفوز ويعلو في ليال قلائل، وأيهم مني ومنهم بسيفه يلاقي إذا ما حان وقت التنازل. ومن ذا يمل الحرب مني ومنهم ويحمد في الآفاق في قول قائلي، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول. وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالطلا والكلاكل، كأني به فوق الجياد يقودها إلى معشر زاغوا إلى كل باطل. ولا شك كأن الله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذه بعض أبيات هذه القصيدة، هذه الرسالة، رسالة تهديد يفهمها كل مشركي مكة. لا أتمكن أنا ولا غيري أن يقف عند النقاط العظيمة في هذه القصيدة، أقف بسرعة عند بعض النقاط. أبو طالب سلام الله عليه في البداية، في بداية الخطبة يشكو من ظلمهم له، ظلم أولئك لهم. يقول: لما رأيت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، كل أعراف العرب هم نقضوها، كانت بيننا صداقة، كانت بيننا عهود، نقضوها كلها. هذه كمقدمة. ثم بعد ذلك يبين أنني من حقي أن أدافع عن نفسي لأنهم هم نقضوا. يقول بعد أن يذكر بعض ظلمهم: وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو، أطاعوا أعداءنا، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. أعداؤنا هم حالفوهم. ماذا صنعت؟ صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم. سمراء الرمح، أبيض من أسماء السيف. جهزت لهم. تذكروا إخواني هذا الكلام كلام أبي طالب. أبو طالب حتى ألد أعدائه يعلمون أنه إنسان دقيق في الكلام، إنسان منضبط، لا يتكلم جسافاً، لا يقول كلاماً من دون معنى صحيح. لا، عندما يقول أجهز يعني أجهز. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول الآباء والأجداد. ثم وقفنا عند الكعبة، عاهدنا فيما بيننا هؤلاء بنو هاشم، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه أثواب البيت بالوصائل قياما مع المستقبلين رتاجه. ثم بعد ذلك يأتي ويحلف الحلف لتأكيد الموضوع، خصوصا من مثل هذه الشخصية. يحلف، يحلف بأشياء كما أن القرآن الكريم يقسم بأشياء، يحلف بأشياء في القرآن الكريم: والعصر والليل، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والتين والزيتون، والفجر، وليال عشر. القسم بأشياء، بمخلوقات، بأشياء يفهمها مشركو مكة خصوصا القادة. يقول: وثور. هذه أربعة جبال مهمة مشهورة في مكة وأطراف مكة: ثور، ثبير، عير، حراء. يقول: وثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه. ثبير أطول جبل في أطراف مكة، الجبل الذي يكون على حافة منى، الذي ذهبوا إلى الحاج رأوا هذا الجبل، جبل ضخم، هذا يسمى ثبير. وثور،
ومن أرسى ثبيرا مكانه، يعني قسما بالله الذي أرسى ثبيرا مكانه، وعيرا جبل عير، وراق في حراء ونازلي، الذي كان يرقى في حراء ونازلي يعني رسول الله، يعني قسما برسول الله صلى الله عليه وآله، وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، يقسم يقسم تقريبا 20 قسم تقريبا بأشياء يفهمها. طبعا الترتيب جدا جميل، وبالحجر المسود وموطئ إبراهيم ومن حج بيت الله وبالمشعر الأقصى، يعني عرفات يسمى بالمشعر الأقصى، وبالمشعر الأقصى وتوقافهم فوق الجبال، وقوفهم فوق الجبال، وليلة جمع ليلة عيد، ليلة العيد وجمع يعني المشعر الحرام إذا ما المقربات إلى آخره، وبالجمرة الكبرى. ماذا تريد أن تقول يا أبا طالب بعد هذا القسم الكثير؟ يبدي هذا الشيء إلهام جدا مستحيل. أنتم ماذا تريدون مشركو مكة؟ أنتم ماذا تريدون؟ تريدون بهذا الضغط إما أن نترك رسول الله صلى الله عليه وآله، أو على الأقل نهاجر نذهب. لا نصنع هذا ولا نصنع ذاك. كذبتم وبيت الله، قسما ببيت الله أنتم تكذبون. كذبتم وبيت الله نترك مكة، حاشا حاشا أن نترك مكة ونضعا إلا أمركم في بلابلي. كذبتم وبيت الله نبزا، نبزا يعني نغلب، يعني تغلبوننا تأخذون منا رسول الله، حاشا. كذبتم وبيت الله نبزا محمدا صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولما نقاتل دونه ونناظر، تتصورون أننا لا نقاتل دونه ونسلمه؟ حاشا أن نسلمه، حتى نصرع حوله، نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نترك حلائلنا أزواجنا نسائنا، نترك أبنائنا لأجل رسول الله، لا نترك رسول الله. هذه الكلمة الصاعقة على رؤوسهم، هم يعلمون. أبو طالب هذا صاحب الكلمة، أبو طالب عاشوا معه 80 سنة، يعرفونه حق المعرفة. ثم يهددهم وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه يقتل. اللي عنده ضغن، اللي عنده ضغن ضد رسول الله، حقد على رسول الله، وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل. تهديد فقط لعامتهم؟ لا، تهديد للقادة. وإني، هذا البيت جدا عظيم، وإني لعمر الله إن جد ما أرى، الشيء الذي أراه إذا صار جديا لتلتبسن أسيافنا بالأماثل. ليس فقط نقتل شبابكم، نقتل الكبار، تلتبس أسيافنا بالأماثل، أماثلنا. من يتمكن؟ عندي أمير المؤمنين بكفي فتن مثل الشهاب، مثاله رائع، هذا البيت جدا جميل. بكفي فتن مثل الشهاب سميدعا أخي ثقة حامل حقيقة باسلي. اللهم صل على محمد. ثم يبين ظلمهم، يقول وما ترك قوم لا أبل لك سيدا. لماذا تركتم رسول الله؟ ماذا وجدتم فيه من نقص؟ وجدتم نقصا لا تعرفونه؟ وما ترك قوم لا أبل لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكلي. لا هو ذرب، لا هو لسانه لسان غير نظيف، لا هو إنسان يتكل على هذا وذاك يلقي كله على الآخرين، إنسان صاحب هذه الصفات. وأبيض يستسقى الغمام. نسيتم؟ تتذكرون أنتم أبي أبو عبد المطلب، أبو أبي طالب سلام الله عليهما، أبي أخذه في يوم القحط، أخذه إلى الكعبة بمجرد ما أشار رسول الله، أنا ذاك رسول الله عمره لعله 6 سنوات تقريبا، بمجرد ما أشار بإصبعه إلى السماء تراكمت الغيوم وأمطرت السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتذكرون هذه القضية؟ وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل،
يمدح يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يبين شدة حبه لرسول الله. الله أكبر، كم العبارات جميلة، كم العبارات بأدب راقي. يقول عمري لقد كلفت وجدا بأحمدي، كلف بحب شخص يعني أحبه حبا شديدا. أبو طالب جمع بين كلمتين كل منهما تدل على شدة الحب، كلمة الوجد وكلمة كلفت. وجد، هذه الكلمة تتعدى كثير من الكلمات من الأفعال تتعدى بحروف، تعدي هذه الكلمات بالحروف المختلفة من حروف الجر معناها يختلف. وجد بفلان أو وجد على فلان معناها يختلف كليا. وجد بفلان يعني أحبه حبا شديدا، وجد على فلان يعني أبغضه بغضا شديدا وكرهه. أبو طالب جمع بين كلفت وبين الوجد، يعني أحبه حب موت حسب تعبيرنا. لعمري لقد كلفت وجدا بأحمدي وإخوته دأب المحب المواصلي. ثم ذكر وقفته أقيم على نصر النبي محمد صلى الله عليه وآله، أقاتل عنه بالقنا والقنابل، القنا الرمح، القنابل الفرسان، أقاتل عنه بالقنا والقنابل. ثم يصف رسول الله: فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لما ولاه رب المشاكل، فمن مثله في الناس. تعرفون مثل رسول الله؟ ائتوني. فمن مثله في الناس؟ أي مؤمل إذا قاسه الحكام، حكام يعني الذين يحكمون بين الناس، الحكام ليأتوا ويحكموا ليقيسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره، تجدون مثله؟ فمن مثله في الناس؟ أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش، وعنده إله وإلهه يقف له يوالي إلها ليس عنه بغافل. ثم يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، نحن لا نكذب رسول الله، أي شيء يقول فهو مصدق، يعني أنا معه كل ما يقول. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعبى بقيل الأباطل. ثم يأتي آخر القصيدة تهديد: سيعلم أهل الضغن، ليالي قليلة انتظروا حتى تعرفوا من نحن، سيعلم أهل الضغن أي وأيهم يفوز ويعلو في ليال قلائل. يقول يهدد ثم يبين هذا الجانب الغيبي كأني، فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنها ثورة المتطاول، كأني به، طبعا وجدت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالطلا والكلاكلي، دافعت عنه برقبتي، دافعت عنه بعظام صدري. ثم يخبر إخبارا غيبيا كأني به أراه، أنا أبو طالب، أنا صاحب الكلمة، أنا الذي ما سمعتم مني كذبة، أنا الذي تعرفون من أنا، أنا أرى هذا الشيء كأني به. أنا ذاك النبي صلى الله عليه وآله من الناحية الظاهرية في أضعف ما يكون. أبو طالب يقول: أنا أرى أنه عن قريب سيأتيكم بجيش جرار كأني به فوق الجياد يقودها إلى معشر زاغوا إلى كل باطلي ولا شك. آخر بيت من القصيدة: ولا شك أن الله رافع أمره ومعليه في الدنيا ويوم التجادل يوم القيامة. حقيقة قصيدة تستحق الوقوف عليها، الوقوف على كلماتها، قصيدة رائعة جميلة عظيمة المعاني.
كثيرة الفائدة لمن أراد أن يستفيد منها لحياته. هذا بند من بنود خدمة سيدنا أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله. والبنود كثيرة. لعله البعض من العلماء يوفق يقف عند جوانب هذه القصيدة في كتب وكتب وكتب. كملاحظة أخيرة، أصبحنا على قرب من عيد الله الأكبر، عيد الغدير الغدر، بيننا وبين عيد الغدير هذا العيد الأكبر، العيد الأفضل، العيد الأعظم حرمة عند الله عز وجل، بيننا وبينه تقريبا شهر. الذي تهيأ من قبل لهذا العيد العظيم ويستحق هذا العيد أن يتهيأ الإنسان له من قبل فهنيئا له، الذي لم يتهيأ هذه الأيام قريبة من عيد الغدير، من الآن نبدأ نتهيأ لهذا العيد العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله وأهل بيته الطاهرين أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.